بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله me.
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم.